السلام عليكم، جاكم فيديو جديد. فيديو هضر على سعرات في اوبو اف دي 7 في تسعه شحال راه يدير. قبل ما نشوف سعر التليفون شحال راه يدير، ما تنساوش تشيك فوق عندو واش كاين ديرو جا فيديو، بارطاجو مع صحابك اللي حبيتو انستغرام تاعك قبل صاحبي ديري ابوني. وين نبداو؟ درت لكم فيديو من قبل على سعرات في اوبو اف دي 7 برو وشحال راه يدير. قلت لكم يشبه 93 تقريبا ولا 93 كيف كيف، برك خرجوا زوج. وجبت لكم فيديو اليوم على الاف دي 7 شحال راه يدير. بالنسبه للاف دي 7 يشبه لهم شويه في شكل، حاجه خفيفه من اللور، ماشي من شكل شكل الكاميرات ماشي كيف كيف، يشبه لهم حاجه خفيفه هنا في شكل، في الشكل ما يشبه لهمش بزاف، حتى في الكاميرات ماشي كيف كيف، برك هنا في كيما هنا في برك الشكل حاجه خفيفه، برك شغل كيما دايرين اللي بصح انا هذا ماشي كيف كيف معاهم. بالنسبه لسعر التليفون ضروا غالي شويه على السعر ما يتباع به، بصح بصح شغل لاباس به، قادر تزيد شويه تشري ال 93 اللي خير منها تليفون. بالنسبه لسعر التليفون راه يدير 4490 نسخه 16 122 جيجا. هاوليك المواصفات تاعو لاباس بهم، بروسيسور اللي فيه ما عجبنيش بزاف، فيه بروسيسور شويه قديم، فيه السناب دراغون 662 جي ولا بروسيسور هذاك ما عجبنيش بزاف، على خاطر هم خرجوا بزاف بروسيسورات قويين اللي كيما اليوم في 3 93 لا في 97 برو. في 97 برو مرتفع شويه في السعر بصح كيما 93 راه مليح. هذا قاعد يدير اليوم فيديو خفيف برك على التليفون هذا. قولي شكون حبيت تشوف فيديو جايه، وهذا قاعد يدير اليوم شكون شفت لكم الفيديو هذا. كيما قلت لكم شكون بقى كاين ديروا جون فيديو، بارطاجوا مع صحابكم حبيتو الانستغرام تاع خفلوس حبيت ابوني. تلقى فيديو جاي ان شاء الله، والسلام عليكم.